أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه بصورة دورية على متابعة أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير وكذا تطوير المنطقة المحيطة به بهدف تذليل أي عقبات ودفع وتيرة الأعمال. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري الكبير تم عرض جاهزية المناطق المحيطة من حيث إقامة الأسوار ورفع كفاءة المساكن المجاورة وكذا أعمال التشجير والإضاءة والممشى السياحي. وخلال الاجتماع اطمان رئيس الوزراء على موقف تشغيل مطار سفينكس حيث تم التاكيد على ان المطار يعمل بصوره جيده